مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره السبت 30 اكتوبر. وقبل وبعد واثناء بقالي ايام الاسبوع الماضي بالكامل كانت غايبه عننا كريمه عوض ورجعت بالسلامه. اهلا وسهلا يا كريمه. ازيك يا خيري؟ والله اشتقت لكم جدا. والله لك وحشه. تخيلت هتكسروا ورايا قله زير؟ هي اتكسرت بس فرحنا ان جيتي الحمد لله. يعني ما عدتش 6 شهور يعني. مساء الخير عليك. مساء الفل عليك. مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، ويا رب يا رب بدايه اسبوع كله خير على كل الناس اللي تستاهل الخير. كريمه عندها حكايات هنتكلم فيها بكره وبعده، حكايات عن رحله مهمه لاثار مصر، جزء من تاريخ مصر وطريق الكباش وخلافه، هنتكلم في ده بكرة. بس خلونا نبتدي النهاردة بشخص يجب أن ننحني له احتراما، لأن احنا لما بنشوف وبنلاقي مسؤول بيتصرف تصرف لصالح الناس وحساب الناس بنفرح ونقول أن هذا المسؤول يسير على الطريق الصحيح. محافظ الشرقية الذي نقدم له كل التحية خد قرار سريع جداً، قرار صحيح، لأنه الأمر لما يكون متعلق برغيف العيش وخاصة سندوتش الفينو الصغير اللي بندي لأولادنا، بندي له سندوتشين ورايح المدرسة عشان ما يشتريش هناك، فدي ده سلعة استراتيجية في البيت المصري، مش حاجة هينة. فلما يبقى عندي 3 عيال حديهم سندوتش، كل واحد سندوتشين فينو عشان يوفر، فيبقى تمن الرغيف فجأة طالما السعر العالمي والقمح ارتفع ارفع سعر الفينو، يرتفع سعر الفينو بقى في الشرقية بجنيه، في القاهرة بقى بجنيه برضو، بجنيه رغيف قد كده قطمتين. السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية لما لقى المخابز الفرنجي استغلوا الكلام عن ارتفاع الأسعار ورفعوا سعر رغيف الفينو، قرر فورا يواجه الكلام ده بتكليف مباشر لمجمع المخابز الآلية بتاع المحافظة، قال لهم انتجوا الفينو، وطرح كميات كبيرة من الرغيف بسعر 40 قرش. ده بدأ في مركز ومدينة بلبيس ونزلت العربيات، وزعت كل كيس فيه 5 ترغيفة ب2 جنيه كبداية للتعميم في مراكز المحافظة. ده من 4 أيام تقريبا اتوزعت كميات كبيرة جدا، فالمخابز بدأت تقلق، راحت مرجعة تاني سعر الرغيف ل50 قرش بدل الجنيه. هذا التصرف من المحافظ بيعكس وعي، بيعكس إدارة، وإحنا بدورنا لازم نحييه. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء الخير يا معالي المحافظ. مساء الخير يا أستاذ خيري، مساء الخير يا أستاذ كريم، مساء الخير على السادة المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك معانا سياده المحافظ، والحقيقه واحنا بنحييك وبنحيي يعني القرارات النابعه من انسانيه وقدره على مواجهه التصرف بتصرف امثل في ظروف ما اعتقدش الناس ممكن يعني تستنى عليها كتير. رغيف العيش الفينو بالنسبه للمدارس شيء مهم جدا. الفكره يا فندم جت منين؟ ان حضرتك توجه كل المخابز بتاعه المحافظه انها تنتج علشان تعمل سلعه تنافسيه بالسعر اللي يتناسب مع الناس. سيادة المحافظ. أستاذة كريمة مع حضرتك. أهلا بحضرتك، سمعت حضرتك السؤال يا فندم؟ أي فندم، أنت حضرتك عارف هو في مشكلة في الخط شوية يا معالي المحافظ، الخط قطع، يا ريت تكلموه تاني. صحيح. لأن الصوت فيه مشكلة. عارف يا خيري، أنا عايزة أقول معلومة بس صغيرة، ناس كتير بتقول إزاي يعني الدولة ما تنزلش وتضبط الناس وتقول أنت غليت السعر ليه وحاجة، أنا عايزة أقول بس للناس تفتكر كده إن إحنا من سنين طويلة جدا اعتمدنا مبدأ السوق الحر اللي هو إن في عرض وطلب، سياسة عرض وطلب، وده اللي بيتحكم في الأسعار. الشيء الوحيد اللي ممكن تواجه بيه هو اللي عملته مثلا القوات المسلحة أو الداخلية أو دلوقتي بيعمله المحافظ، هو إنه يخلق سلعة تنافسية بسعر يقدر الناس ترجع بيه تظبط السوق. سياده المحافظ اهلا بحضرتك معانا مره تانية في حديث القاهره. اهلا يا استاذه كريمه، اهلا بحضرتك. هو طبعا حضرتك عارفه بدايه في حاجه. سياده المحافظ انا اسف بس ممكن تغير مكان حضرتك شويه؟ ده شهاده لشبكات المحمول بانها مش جيده خالص يعني. لازم نعمل تقويه في محافظه الشرقيه. كده كويس اقول كده؟ اتفضل يا دكتور. هو طبعا حضرتك عارف بدايه العام الدراسي من اهم الموضوعات المهمه في العام الدراسي هو في
أنا آسف التليفون بيقطع تاني. كده في مشكلة. بس احنا محتاجين نعرف التجربة دي ونقف عليها، لأن تجربة مهمة جدا. اللي يحس بالناس هو أكتر حد لازم نقف قدامه عشان نكرر التجارب دي في كل المحافظات التانية، صح؟ ولازم نقول لشركات الاتصال نرجوكم، احنا بندفع فلوس كتير وخربين بيوتنا، فأول الشبكات بتاعتكم. الشرقية محافظة كبيرة ومحافظة مهمة وفيها تعداد سكان كبير، فيبقى الارسال كده في مكتب المحافظه. يعني مفيش محطه تقويه جنب صحيح. المكتب او البيت، صح؟ واحنا هنا بنعاني من ده احنا كمان. فشركات المحمول بتاخدوا حقكم تالت ومتلت، يعني شويه ابراج زياده كده علشان نعرف نسمع المسؤولين لما يجوا يكلمونا. واللي احنا بنتمناه ان التجربه اللي حصلت في محافظه الشرقيه تعمم في كل المحافظات، طالما نجحت في محافظه تنجح في الباقي. طبعا هنحاول الوصول مره ثانيه للسيد المحافظ. احنا حاولنا نتكلم على خط تاني نشوف بقى منافسه شركات المحمول. سياده المحافظ. اي فندم، مع حضرتك يا فندم. واضح ان الشركه دي اقوى يا فندم. احسن شويه. هل الصوت واضح؟ هو واضح بس بيقطع برضه يا سياده المحافظ. سيادة المحافظ، احنا هنحاول نكلم حضرتك على التليفون الارضي، بستأذن حضرتك الزملاء ياخدوا التليفون الارضي بس بتاع المكتب بتاع حضرتك، وهنكلمك بعد ما نطلع العناوين الاخبار ونرجع لحضراتكم بقصصنا الاخباري. الرئيس السيسي يوجه بأن تكون احتفالية طريق الكباش استمرارا للفعاليات المصرية العالمية. وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة يشدد على أهمية تيسير حصول المواطنين على لقاح كورونا. وصول 3.6 مليون جرعة من لقاح فايزر مقدمة من واشنطن لمصر. التعليم تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي. وزير الخارجية: أي سعي لتأجيل الانتخابات الليبية سيكون له تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في القاهرة. الجامعة العربية تحمل لبنان مسؤولية تأجيج الأزمة مع محيطه العربي والخليجي خصوصاً. حاكم دبي يبدي إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية في توقيت متزامن. تونس تعلن تفكيك خلية لداعش خططت لاستهداف قوات الأمن والجيش. قوات تجري بشمال إثيوبيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في أمهرة. الرئيس الروسي يدعو مجموعة العشرين إلى الإسراع بالاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا. اكتشاف مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أعتقد أن من أعلى القضايا التي تشغل الساحة العربية، التي تشغلنا جميعا في العالم العربي، هي الأزمة الجديدة التي يدخلها لبنان الشقيق. طبعا لبنان غالي علينا جدا، ولكن في أزمة حصلت بسبب وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي لما أدلى بتصريحات بيقول إنها في أغسطس قبل ما يتولى الوزارة، واعتبر فيها أن ميليشيا الحوثي تدافع عن نفسها، تدافع عن نفسها، وقال إنها حرب عبثية. تصريحات قرداحي أدت إلى توتر كبير في العلاقات اللبنانية الخليجية، وصلت إلى مستويات متقدمة من القرارات الدبلوماسية. تلاحقت الأحداث بسرعة شديدة جدا، حصل تطور كبير من أول تحميل الجامعة العربية للبنان مسؤولية تأجيج الأزمة في المحيط العربي في الوقت اللي لبنان طلب الوساطة الأمريكية. خلونا نمشي بالترتيب ونشوف التصريحات دي لما جورج قرداحي اتكلم في برلمان الشعب على قناة الجزيرة قال ايه. الحلقة اللي تم اذاعتها من ايام برلمان الشباب على شاشة الجزيرة، بعد اذاعتها مجرد ما اتذاعت عملت ردود فعل على مستوى واسع جدا، ويمكن
اول تصريح طلع ان الحلقه دي مش دلوقتي، الحلقه دي مسجله من شهر اغسطس، ازاي تعمل كل هذه الازمه الدبلوماسيه اللي وصلت الى حد سحب السفراء بتوع السعوديه والامارات والبحرين والكويت من بيروت، يعني ازمه دبلوماسيه على اعلى مستوى، وطلب مغادره من السفراء اللبنانيين، السفراء لبنان في هذه البلاد طبعا. فتخيلوا بقى ان استدعاء السفراء مقابل ليه ان في مهلات بتوصل ل 48 ساعه للسفير اللبناني في هذه الدول ان هو يغادر. طبعا دول مجلس التعاون الخليجي قراراتها كانت متلاحقه. في اول تعليق لجورج قرداحي وزير الاعلام اللبناني على ردود الفعل اللي حصلت دي قال باللفظ انه لم يخطئ في حق احد، ده اللي قال، يعني مفيش حاجه تستدعي الاعتذار. طب ايه رايكم خلينا نشوف رد فعله وهو قال ايه ونرجع نكمل القصه معاكم. سبق هذه التصريحات للاستاذ جورج قرداحي تصريحات اكثر هدوءا وتقديرا للمملكه العربيه السعوديه وللامارات التي يعتبرها وطنه الثاني، كانت لغه وسيطه. اما هذه اللغه فبدت لغه حاده، استتبعها مباشره تصريحات من حزب الله، تصريحات كلها تأييد لجورج قرداحي. أيضا كان في تأييدات من الحوثيين في اليمن، من إيران، فبدأ كأن هذه هي الكتلة. كان هناك كتلة أخرى وهي كتلة الحريري، سيد سعد الحريري في البرلمان اللبناني. الكتلة دي دعت قرداحي للاستقالة بما فيهم السيد رئيس الحكومة اللي قال له ننتظر أن أنت تاخد القرار المناسب، بما معناه انك ترفع عننا الحرج وتستقيل، ولكن لم يحدث. وشفنا رد الفعل بتاع الاستاذ جورج قرداحي انه مش هيستقيل. طيب خلونا نسمع ونفهم تطورات هذا الوضع والى يمكن ماذا يمكن ان تؤدي. معانا مين؟ معانا السيد فؤاد. دولة الرئيس فؤاد السنيورة، اهلا وسهلا دولة الرئيس. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. مساء الخير. اهلا بك دولة الرئيس. وفي البداية نريد ان نعرف بالتحديد رؤيتك الشخصية عن الأزمة التي حدثت الآن بين لبنان ودول الخليج العربي من حيث السبب والنتائج، كيف تراها دولة الرئيس؟ طبيعي انا يعني من المفيد ان ننظر للأمر من الجانبين، الجانب العربي والجانب اللبناني، وكلا الجانبين ينتميان إلى هذا المحيط العربي الذي يجب أن نحرص على استمرار الوئام والعلاقات الطبيعية بين هذه الدول. ولبنان بلد عربي الهوية والانتماء كما يقول الدستور اللبناني. المشكلة لم تكن هي نتيجة هذا التصريح الذي أدلى به السيد جورج قرداحي وزير الإعلام، الذي يعني كان بمقابلة على تلفزيون أظن الجزيرة، وبالتالي منذ ما قبل ما أن أصبح وزيرا، ولكن يبدو أنه أذيع يعني خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي تصرفه بعد ذلك في عملية تبرير هذا التصريح زاد الطين بلة، وبالتالي استثار ردات فعل. وأريد أن أؤكد هنا أن السبب الحقيقي لذلك ليس هذا التصريح، بل هذا جاء زيادة على ممارسات بدأت فيما يسمى اختلال في التوازنات في سياسة لبنان الخارجية، ولا سيما منذ العام 2011، انه بهذا الامر الذي ادى الى زياده تسلط دويله حزب الله على الدوله اللبنانيه، وحرف في سياسه لبنان الخارجيه عن السياسه التي درج عليها لبنان، وهي سياسه النأي بالنفس او تحييد نفسه عن الانحراف باتجاه جبهه معينه خارج اطار الصف العربي. وهذا الذي جرى في سياسة لبنان منذ العام 2011، الانحراف نحو إيران وما يسمى خط الممانعة، وبالتالي أدى إلى هذا التورط الكبير من قبل حزب الله في المنطقة العربية في سوريا والعراق والكويت واليمن، وبالتالي أدى إلى ما يسمى هذه التشنجات، والتي أيضا
يعني تفاقمت بسبب هذه التصرفات التي يقوم بها البعض في ما يسمى إساءة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأيضا استعمال لبنان كمنصة للتهجمات على هذه الدول، وأيضا منصة لتهريب المخدرات. هذه كلها يعني أدت إلى هذا الاحتقان الذي كان ينبغي أن يصار إلى معالجته، ليست معالجة أن تكون من خلال كلام نقوله ليلا ويمحوه النهار، وبالتالي يصار إلى التخلي عن كل الالتزامات كما جرى قبل ذلك. نعم، دولة الرئيس، هذا لا يحل المشكلة. دولة الرئيس، حضرتك بتشوف بعد دعوة السيد ميقاتي، دولة الرئيس ميقاتي لجورج قرداحي باتخاذ القرار المناسب وكأنه يشير إلى تقديم استقالته، هل السيد جورج قرداحي رفضه قرار شخصي أم أن هناك الجهات الأخرى التي ترى فيما قال ما يحقق أهدافها هي التي تدعمه وتصر على بقائه؟ لا شك أن هذا الأمر ليس سراً، أن هناك تصريحات من قبل حزب الله تطالبه بعدم الاستقالة، وبالتالي الاستمرار في موقعه وبالتالي في مواقفه، وهذا الأمر مما يدخل لبنان في هذه الصراعات الكبيرة التي تجري في المنطقة ما بين الخط العربي والخط الإيراني. نعم. وهذا الأمر طبيعي يقف إلى جانبه ما يعني حزب الله وإيران وبالتالي أيضا النظام السوري. دولة الرئيس، عذرا للمقاطعة، لكن جورج قرداحي عندما تحدث، يعني دعنا نتحدث ببساطة، عندما تحدث بناء على وجهة نظره الشخصية ولم يكن يتحدث باسم حزب الله أو غيره من الأحزاب أو التكتلات السياسية قبل توليه حقيبة وزارية داخل الحكومة الحالية، وهو الآن عندما يتحدث أيضا يتحدث على أنه وزير في الحكومة اللبنانية الحالي ولا يتحدث باسم حزب الله مرة أخرى، يعني هذا الربط الذي يحدث بين جورج قرداحي وموقفه وبين حزب الله وموقفه، وربما تلاقت الآراء ولكن كان رأيه رأيا شخصيا، يعني لماذا يحاسب هذا على خلفية هذا؟ بالضبط، هذا صحيح، بأنه هذا الأمر صرح به قبل أن يتولى. هو المشكلة هو بداية هو في توزيع هذا الوزير الذي يعني وضعها واضحة أنه يتسلم مسؤولية ولم يكن في مستوى تسلم هذه المسؤولية، ليس فقط من أجل خطه ولكن أيضا من خلال تصرفه عندما حاول أن يبرر هذا التصرف بأنه بدل أن ما يسمى أن يحل المشكلة زاد الطين بلة بهذا الأمر حين قال أنا لم أخطئ. ولكن هذا الموضوع ليس فقط يقتصر على هذا، لأنه هذه المشكلة هو مشكلة الانحراف في سياسة لبنان الخارجية، والتي شهدنا مثلا على ذلك عندما تصرف وزير الخارجية اللبنانية الأسبق السيد شرب الوهبي صحيح. بطريقة أيضا كانت مهينة لعدد من الدول العربية، وبالتالي اضطر وقتها إلى الاستقالة، ولكن بقيت هذه الأمور متشنجة. الأمور التي نتحدث عنها الآن هي شيء من كل وليس فقط عملية تصريح. إذا كان التصريح من ما يسمى وزير الإعلام هكذا بالإمكان مداواته إذا كانت أقوى، ولكن هو جزء من ممارسة سياسية تتعلق في موضوع اتخاذ مواقف من لبنان ومن خلال لبنان وبالتالي عن طريق لبنانيين من أجل التهجم على الدول العربية، مخلافا لسياسة لبنان المعلنة التي هي قائمة على أساس النأي بالنفس، وهي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والمحاور الإقليمية. هذا هو جوهر السياسة اللبنانية وجوهر المبدأ الذي قام عليه لبنان منذ استقلال لبنان، قام على قاعدة واحدة مثلت ما يسمى الميثاق الوطني، أن لا شرق ولا غرب، لا لبنان لا يصار إلى ما يسمى ضمه إلى سوريا الكبرى ولا أن يظل تحت الانتداب الفرنسي، ذلك تلك كان القاعدة دولة الرئيس. وعندما جاء الدستور اللبناني الجديد أكد على هوية لبنان، هوية لبنان العربية، ولكن أيضا أكد على ديمومة أو انتهائية النظام اللبناني والكيان اللبناني. هذه الأمور التي يصار إلى التلاعب بها
من خلال هذه الممارسات، والتي شهدنا أصنافا عديدة منها، وآخرها كان أن لبنان أصبح مركزا لتصدير المخدرات إلى الدول العربية. هذه هي الأمور التي ينبغي أن يصار إلى النظر بها والعمل على تطويقها. دولة الرئيس، كنت عايز أسأل حضرتك، لو طلبت منك مجموعة من الرسائل، يعني لو طلبت منك رسالة إلى سيد جورج قرداحي، ماذا تقول له؟ أنا أقول له أن هذا الأمر لما بصير في هناك مصلحة الوطن اللبناني والمصلحة العامة في لبنان في خطر، تهون أمامها كل تضحية. أنا أتمنى على الوزير قرداحي أن يقدم استقالته حماية للسلم الأهلي في لبنان وحماية لمصالح لبنان العليا. ولو رسالة إلى السيد رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء اللبناني، أن يصار إلى التعاون فيما ما بينه وبين رئيس الجمهورية على إنجاز هذا العمل، وبالتالي القيام بتصحيح هذه السياسة اللبنانية. هذا ما أتمناه. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فأيضا أتمنى أن يصار بداية، يعني كما يعني التزاما بالقول الكريم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبالتالي أن يصار إلى تفاهم وضع لبنان ومساعدة لبنان على أن يتخطى المشكلات التي يعاني منها. كما نرى أن المصائب لا تأتي فرادى، فهذه المصائب التي تنهال على لبنان، وبالتالي لبنان يمر في أسوأ فترة في تاريخه من للأسف. انهيارات وطنية وسياسية واقتصادية ومالية ونقدية وحتى أمنية، وهناك ما يتهدد وجود لبنان وسلمه الأهلي. هذه دولة الرئيس. دولة الرئيس، بعيدا عن التأكيد أنا الدائم هنا كمصر، يعني الدولة الداعمة والمحبة دائما للبنان، أنها تحترم كل الأطراف وترغب دائما في الصالح الداخلي اللبناني، ونرغب في أن تصبح لبنان كما كانت دولة قوية مستقرة. السؤال هو، ما هي المخاطر من وجهة نظرك إن انسحبت الدول العربية الصديقة الداعمة للبنان خلال عقود طويلة جدا من الساحة اللبنانية الآن، وتركتها لعناصر أخرى قد تكون لعبة داخل الساحة اللبنانية وتؤثر على المنطقة ليس فقط على لبنان؟ ما هي المخاطر من وجهة نظرك؟ بدون أدنى شك، يعني أنه فعليا ما يسمى الطبيعة تكره الفراغ، لا تقبل الفراغ، والفراغ صحيح. عندما يحصل يملأه من هو موجود، وبالتالي تملأه إيران. فلذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يتطلب من جهة مبادرات لبنانية، ومن جهة أخرى مبادرات عربية. نعم. حتى فعليا لا يصار إلى خسارة لبنان كما خسرنا بمرحلة ماضية سوريا والعراق واليمن. صحيح. نشكرك جدا دولة الرئيس فؤاد السنيور، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على هذه التصريحات. ونؤكد مرة أخرى على موقف مصر، حتى الآية القرآنية واستعمال لفظ قرآني السفهاء، فهو على مسؤولية السيد رئيس الوزراء، لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا. وجهة نظر رئيس وزراء لبنان، نحن نكن الاحترام للجميع، ولكننا ننحاز في النهاية إلى مصلحة لبنان واستقرار لبنان، ونتمنى ألا يكون أرضا خصبة لإيران وحزب الله والحوثيين. أعتقد رجع لنا السيد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية. سيادة المحافظ، مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير يا فندم. كده صوت حضرتك ده الأرضي. الأرضي بقى يا أستاذ خير. لا بقى، يعني إحنا كده يعني صحيح. هنحيي المصرية للاتصالات ونرجع للأرضي، من فتقة دي متاهة سيادة المحافظ. سيادة المحافظ، نرجع لسؤالنا اللي كنا بنسأله، لأن إحنا الحقيقة بنرغب في تعميم التجربة لكل المحافظات إن تعرضت لخطر شبه ده في أي سلعة استراتيجية تؤثر على الأسرة المصرية. الفكرة جت لحضرتك منين يا فندم؟ هو زي ما حضرتك قلت يا أستاذة كريمة والأستاذ خيري قال، هي تجربة كانت مهمة جدا، لأن موضوع رغيف العيش بالنسبة للطلبة في المدارس بالذات في بعض المناطق اللي فيها كثافة سكانية
ومستوى الاجتماعي ضعيف شوية، موضوع سعر رغيف العيش بيأثر جدا. فطبعا كانت الشكوى أو المناجدة هي اللي خلتنا اتحركنا. احنا عندنا فرن استراتيجي بينتج عيش بلدي بيعمل حوالي 50,000 رغيف، وعندنا خط العيش اللي هو الأفرنجي اللي هو الفينو والمخبوزات اللي هي الأفرنجية، ابتدينا نشغله فورا. نزلنا المركز بالبيس، احنا ما عممناش الكلام ده كله، ده بالبيس بس. نزلنا جبنا عيش من الأفران وزناهم، وابتدينا نعرف ده سعره كام وده حجمه كام وشكله ايه، وابتدينا نحط. لقينا تكلفة الرغيف اللي هو ال 40 جرام اللي هو شكله جيد زي ما حضرتك شايف في الصورة كده، تكلفته 40 قرش. فاحنا رحنا على طول عاملين اكياس وحطينا فيهم خمس ترغيفة باتنين جنيه وابتدينا نطرحه على طول. الغرض هنا يا أستاذ خيري مش ان احنا ننافس، انما ان احنا نوفر حاجة سلعة هامة جدا لأهلنا اللي موجودين في كل مكان. واحنا دايما بنقول ان الدولة موجودة وموجودة بقوة وتقدر تاخد الاجراءات اللي هي تقدر تحافظ بيها على المواطن، والكلام ده كله هنستمر فيه خلال الفترة الجاية. وانا كان نفسي حتى لو حركة تتبنى البرنامج عند حركة تبناه ان احنا نعمل مبادرة مع شعبة المخابز في الغرف التجارية، ان احنا نعمل مبادرة لتوفير رغيف العيش بتاع المدرسة بالذات في الأفران. نقول مثلا إذا كان تكلفة الرغيف 40 قرش نبيعه ب60 قرش، نبيعه ب65 قرش، نبيع 3 رغيفة في كيس ب2 جنيه. واخد بال حضرتك؟ بالذات رغيف العيش والفرن ما هو عنده مخبوزات كتيرة بيكسب منها، عنده نوع من أنواع العيش تاني بيكسب منه ب2 جنيه رغيف وب1.5 جنيه رغيف. إنما الرغيف بتاع الطفل اللي بيروح المدرسة لو عمله الكلام ده هو كسبان في الرغيف 25 قرش، وده مناسب جدا، ويعمل الكيس فيه 3 رغيفة هو كسبان في الكيس 75 قرش على الأقل أثناء الدراسة. بعتقد بعد الدراسة اللي احنا عملناها في التكلفة أعتقد ده حل جيد جدا بالنسبة لجميع المخابز على مستوى. طب سيادة المحافظ، إذا كنا وصلنا بالتكلفة الفعلية 40 قرش اللي حضرتك خدت هذه التجربة، والمخابز الآلية التابعة للمحافظة قدرت تعمل نفس الرغيف ب 40 قرش بالظبط يا فندم، إيه هي سلطة المحافظة بأجهزتها المختلفة على المخابز اللي قررت إنها تكسب 60 قرش مرة واحدة؟ خلي بال حضرتك، حضرتك بتتكلم على رغيف عيش مش لا هو مسعر ولا هو مدعوم، ده سعر حر. أيه. يعني هو يبيعه زي ما هو عايز، ما بس رجع ل 50 قرش بعد ما حضرتك طرحت في السوق. بعضهم يا استاذ خيري بعضهم تراجع، بعضهم تراجع ل 50 قرش، بعضهم تراجع ل 65 قرش، بعضهم تراجع ل 75 قرش. في ناس تجاوبت معانا ودول انا من خلال حضرتك بشكرهم جدا. طبعا واحنا كمان بنشكرهم جدا. عشان كده بنقول لما هم تراجعوا وابتدينا ندرس، وانت عارف حضرتك ان طبقا لكلام معالي وزير التموين في الفتره اللي فاتت ان حصل تحريك لبعض اسعار الزيت والسكر لما بيخشوا في انتاج رغيف الخبز، فده هيرفع التكلفه شويه، فمفيش مانع ان احنا نزود على التكلفه ربع جنيه ونبيع 3 رغيفة ب2 جنيه، بدل ما يبقوا ب3 جنيه 3 رغيفة يبقوا الثلاثة ب2 جنيه. وده أنا بقول إن ده مناسب بصورة جيدة، وإحنا هنفضل برضو نشتغل إحنا بالنسبة لنا في سعر التكلفة، لأن أنا دوري هنا بالنسبة للحالات دي ما أناش محتاج أكسب، إنما محتاج أوفره للناس بقدر الإمكان. بعض المناطق هنقدر نوفر فيها، بعضها لو احتاج نعمل فيه زي مناورات ننزل كده هوت بصفه مش بصفه دوريه، انما وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي العربيات موجوده في بالبيس بتبيع دلوقتي، المخابز طلعت بالعربيات، انتجنا دلوقتي حالا حوالي 20,000 رغيف وبنوزعهم للمواطنين برضه ب 40 قرش. فعشان كده بقول لحضرتك كلنا اثناء الدراسه لازم كلنا نشارك في الموضوع، لان في الاول وفي الاخر هو ابني وهو ابن حضرتك وابن صاحب الفرن اللي موجود في المدرسه، كلنا مشاركين في نفس الموضوع. حضرتك قلت جملة مهمة جدا سيادة المحافظ، قلت ما احنا بنكسب من أنواع المخبوزات الأخرى بالأرقام اللي احنا عايزينها اللي هي الترفيهية، لكن الشيء المتعلق بأولادنا في المدارس لو كسبنا في رغيف 10 قروش و15 قرش حتى ربع جنيه هيكون بالنسبة لهم ما فيهوش مشكلة. فكرة السلع التنافسية أو إنك تدخل بسلعة تنافسية كحكومة أو كدولة علشان توزن السوق دي فكرة مهمة جدا، هل يا ترى المحافظة عملت أي شيء قريب من كده خلال الفترات اللي فاتت مع اي سلعه اخرى غير رغيف الخبز، ولا دي اول تجربه تماما للمحافظه؟ لا، هو تجربه الرغيف دي التجربه اللي احنا تدخلنا فيها مباشره من خلال المحافظه مباشره. احنا قبل كده عملنا تدخل في الخضار السنه اللي فاتت،
كان الطماطم كانت غليت جدا، كان بعض الخضار غلي جدا، فابتدينا عملنا مبادرة مع القوات المسلحة، وعملنا مبادرة مع أحد الشركات اللي بتنتج الخضار في الشرقية بكميات كبيرة، واخدنا منهم برضو بسعر التكلفة وحطيناه، وكان عليه إقبال جيد جدا. اليومين دول اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي، احنا بندرس ازاي نقدر نتدخل بالنسبة لزيت الطعام والسكر، ازاي نساهم في ان احنا برضو نوفره بسعر التكلفة، لان زي ما قلت لحضرتك في الحاجات اللي زي كده المحافظة مش مطلوب انها تكسب، انما هي تبيعه بسعر التكلفة عشان تظبط السوق في الوقت الحالي، زي ما بيتم طرح اللحوم في بعض المنافذ بسعر التكلفة من خلال القوات المسلحة في بعض الاماكن، من خلال الشرطة في بعض الاماكن. فده دور احنا بنقوم به، واحنا بقالنا يومين ثلاثة بنعمل مفاوضات مع بعض المصانع اللي موجودة في العاشر عشان موضوع زيت الطعام نوفره بسعر جيد بسعر التكلفة. يعني أنا هاخده بسعر التكلفة إنتاج ليا وهديه للمواطن بنفس السعر من غير ما نربح فيه حاجة. سيادة المحافظ، أنت حضرتك وجهت دعوة لغرفة المخابز إنها تتعاون في ده. الأستاذ عبد الله غراب رئيس غرفة المخابز، رئيس الشعبة العامة للمخابز. الشعبة العامة طبعا يا فندم. هو في أي صلة قرابة الأول؟ احنا نشرف يا فندم، احنا بصراحه انتوا نموذجين مشرفين يعني. ربنا يخلي حضرتك. والاستاذ عبد الله على فكره مواقفه دايما كلها وطنيه، حضرتك لو تفتكر ايام الازمات كان بيدور. طب هو سمع حضرتك ومعانا على التليفون. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. اهلا معاليك يا شيخ. اهلا يا فندم. استاذ عبد الله، حضرتك سمعت النداء اللي وجهه معانا دلوقتي سياده المحافظ محافظ الشرقيه، بان يا ريت نتكاتف كلنا على ان رغيف الخبز الخاص برغيف الساندويتش بتاع الطلبه في المدارس على الاقل يكون في تكاتف من نوع اخر. رد حضرتك هو طالب الشعبه، طالبكم مباشره. مخصوص. احنا تحت الامر يا باشا، تحت امر معالي المحافظ، تحت امر سعادتك يعني. ربنا يخليك، احنا كلنا تحت امر مصر. طبعا يعني انت خير، انت ليك يعني معزه. ربنا يخليك يعني. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله، ربنا يخليك. كيف يمكن ان نلبي مش رغبه المحافظين كلهم، رغبه لاولادنا بعد ما ارتفع رغيف الفينو لجنيه؟ ايه اللي تقدر الشعبه تساعد فيه بحيث نوفر رغيف باقل سعر ممكن لاولادنا؟ ان شاء الله بمشيئه الله تعالى نتحرك معاهم خلال باكر بمشيئه الله تعالى. وهي يعني انا مش عايز اقول لك ان سعر دي الفخر هو اللي رفع، بس مش احنا اللي يعني من عند السبب، هي بس ارتفاع اسعار زي ما انت عارف الهوجه بتاع اوروبا دلوقتي طبعا، والقصه اللي احنا فيها يعني. تمام. ده طبعا لازم ينوبنا من الحب جانب يعني، لازم يعني اسعار عالميه وبنتاثر بيها زي ما انت عارف، النهارده الاقتصاد كله بتاثر. لكن وعد سعادتك والمعالي الوزير المحافظ ان شاء الله نكون عند حسن ظنه، ونتحرك مع زمايلنا بمشيئه الله تعالى قدر الامكان ان احنا يعني تبقى الفتره دي في ان شاء الله تحس ان في تغيير وتعديل في السعر ان شاء الله. فتره قد ايه يا فندم مع الوعد الجميل ده يعني، علشان نطمع شويه ونقول في الوقت الفلاني؟ انا بقول لسعادتك ان شاء الله بكره الله بكره اتحرك معاهم يعني، انا بكره اعمل دعوه او يعني ده على مستوى الجمهوريه طبعا مش الشرقيه بس. طبعا طبعا يعني محافظه الشرقيه لها نصيب علشان المبادره من الشرقية ومن سيادة المحافظ، لكن هننتظر ممكن يوصل كام يا أستاذ عبد الله سعر الرغيف؟ لسه أنا يعني أنا مش عايز أوعد بحاجة، واخد بالك عليك، ألم برضو إن أنا أقعد مع زمايلي ونصل لقرار، وبرضو القرار اللي هنوصل له هيبقى تحت نظر المعالي. هنتابع مع حضرتك بكرة ونطمئن اللي وصلت ليه. وتحت أمر معالي المحافظ، وطبعا ده يعني عمنا الكبير ونورتنا وأخونا الغالي وتحت امره يعني. والله واضح ان عيله غراب دي عيله تشرف دائما، ومن الناس اللي بيعطوا بيحبوا مصر. بشكرك جدا استاذ عبد الله غراب، وبشكرك. مصر دي فضله علينا طبعا علينا طبعا، ومحدش يقدر ينسى يعني. طيب طبعا طبعا دكتور ممدوح، وشك حلو، وان شاء الله يبقى في نتيجه وهنتابع بكره. وبنشكر حضرتك، وانا هتواصل معاه ان شاء الله. تمام. هو عايز احنا تحت امره يعني. عمرك يا معالي المحافظ. متشكرين يا استاذ عبد الله، كتر خيرك. الاستجابه السريعه وهو ده اللي احنا تعودنا عليه على فكره يا استاذ خيري من الاستاذ عبد الله، الاستجابه السريعه جدا. وزي ما قلت لحضرتك مواقفه المشرفه الوطنيه في ظروف كانت صعبه جدا، ما اقدرش اقول لحضرتك نقدر نثني عليها، انما احنا دايما بنشكره وهو ده عهدنا معاه. واحنا كمان بنشكركم انتوا الاثنين، بنشكر حضرتك وبنشكر حضره الاستاذ عبد الله غراب.
على هذه المبادرة الطيبة والروح الطيبة، كلنا نقدر نعمل، كلنا نقدر نمد ايدينا ونعمل حاجات كويسة تخفف عن كاهل الناس اللي تعبانة ومتحملة حاجات كتير عشان شايف البلد هتبقى احسن. القصة اللي جاية دلوقتي هي قصة بصراحة يعني فرحت قلبنا، قصة ليها طابع خاص. عندما تلتقي فكرة ومبادرة حياة كريمة اللي احنا بنقول لكل بيت في مصر أسرة عادية يعني، مع فكرة تانية وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علشان ينتجوا لنا ملف مختلف تماما ما كانش يخطر على بال حد بعد قرار إلغاء الطوارئ في مصر. النهاردة هنتكلم عن حاجة إيجابية جدا شافها بعينه خيري رمضان، لأن في نفس إطار التحويلات اللي احنا شفناها دي لحاجات كتير جدا عشان تتناسب أكتر مع الصيغة الإنسانية والأدمية اللي كلنا محتاجينها، أماكن العقوبات أيضا في مصر تحولت لكيانات تأهيل وإصلاح علشان تخرج مواطن من مواطن كان نقصه شيء وقدم شيء ممكن يضر لمواطن صالح ممكن يفيد. إزاي بقى وإيه هي الحكاية وإيه هي قصة يعني الأكبر سجن في مصر وربما يكون من أكبر السجون في العالم اللي اتعمل في 10 شهور بس أدمي جدا ومركز إصلاح وتأهيل في وادي النطرون. هو مش سجن. خلاص شلنا بقى الكلمة دي ونلغيها. ما فيش سجن. خلاص. يعني بقى. فكرة أكبر سجن دي إحنا بالعكس يعني أرقام المساجين عندنا، شفت الأستاذ دي رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، النسبة عندنا ما تجيش 1/10 أو 1/100% من عدد المساجين بالنسبة للسكان، يعني قال 118,000 ودي مش أحكام نهائية، ده الحبس الاحتياطي واللي لسه بتنظر قضاياه واللي اتحكم فيها. لكن أنا عايز أقول لك إن زيارتي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون حطيني في أزمة قدام نفسي. وأنا قاعد أفكر ناس كتير لما شافوا الفيديوهات وشافوا المركز قال لك ده تهريج، انتوا بتحلموا. والناس بدأت تقول لك ايه، لا احنا عايزين ندخل السجن ده. احنا كنا في المكان، انا كنت موجود ضمن ناس كتير من مبعوثة الامم المتحدة للجريمة والمخدرات، ناس من منظمات حقوقية عالمية، سفراء اجانب. ده واحنا نازلين ده اتوبيس من اتوبيسات كتير واحنا بنتحرك، رحنا كل الأماكن، كل الشخصيات الأجنبية. والعالمين. السيد محمود توفيق كان وزير الداخلية وأنا عايز أشيد به وأحييه على هذا الفكر، هذا النموذج، هذا الرجل المسؤول لا يظهر ولا يتكلم ولا حتى طلع على المنصة، ساب مساعد الوزير للإصلاح والتأهيل، مؤسسة الإصلاح والتأهيل هو اللي يتكلم، وخلى ضباط اللي انتوا هتشوفوه شيء بره الخيال. ده سيد مساعد وزير الداخليه سيد اللواء طارق مرزوق، وهو بيقول لنا ايه اللي حصل. بس خليني اشرح الاول قبل ما انا اتكلم، بس فكره ان انا ما بقتش مصدق عيني من اللي انا شايفه. انت قلت حطك في ازمه، يعني ايه حطك في ازمه يا خير مع نفسك؟ ايوه، لما اشوف ده لازم اقول انا عايز ادخل السجن. عندك مكتبه شيك بتشتغل وبتاخد فلوس، عندك مزارع خضروات احنا كلنا منها، كلنا من الخضار والفاكهه والخيار والطماطم، شيء طعمه ما بيستخدموش مبيدات، اللي بيعمل ده النزلاء سمينهم نزيل. عندك اماكن للحمه بيربوا عجول، اتفرجنا على العجول شيء مش ممكن، بيربوا دواجن وعندهم مجازر. كل سجن ليه مخصصاته، مش كل سجن، كل نزل، كل مركز، لان هم 6 مراكز. ال6 المراكز المبنيين مربوطين بشبكه مركزيه للاداره واحده. الناس شافت ده كله، عندك جوامع وعندك كنائس مقرات للاخوه المسيحيين برضو يروحوا، والقسيس موجود والشيخ موجود. تعرف انا ايه اللي لفت نظري واحنا وانا بتابع الحدث، انا ما كنتش في قلب الحدث مع خيري، بس تابعت فكره ان يبقى في فصول لمحو الاميه داخل النزل او المصلحه. فصول لمحو الاميه ايه؟ وان يبقى ده عاملين مكان حضانه علشان الامهات تقدر تقابل ولادهم في مكان ادمي، حضانه للاولاد، ناس بتتعلم خياطه جايبين لهم احدث مكان، ناس بتتعلم سباكه، ناس بتتعلم فنون. انا شفت ناس بترسم وبتعمل لوحات انا وقفت اتكلم يعني. مع الرسامين اللي موجودين، فيهم اللي واخد مؤبد واللي واخد 10 سنين، وفيهم مهندسين، قابلت 2 مهندسين شباب زي الورد، لعنة الله على الادمان والمخدرات، وهم ندمانين
وتعالجه في مؤسسات التأهيل، لأنه عامل لك مؤسسات تأهيل إنك تخرج عنصر صالح بتشتغل. كمان قالوا إنهم مش هيتابعوهم بس لحد ما يخرج، ده هيتابعوا في انخراطه في المجتمع بعد ما يخرج. طيب كانت إيه الأزمة؟ مين اللي صرف على الحاجات دي كلها والفلوس دي؟ أيوة كانت الأزمة، وأنا بتكلم أنا هشرح دي المستشفى. عاملين مستشفى فيها 4 غرف جراحة بأحدث الأجهزة في العالم اللي ما شفتهاش في مستشفيات خاصة كبيرة. أجهزة السجين أو النزيل المريض بيدخل أحدث أجهزة بتعمل له عملية قلب مفتوح، أحدث أجهزة بتاخد الأشعة. احنا لما بتروح المستشفى خاص يقول لك إيه، طب هننقلك تعمل أشعة الصبح، لا لا لا، جهاز الأشعة متحرك وبيجي لك لحد عندك. إيه ده كل الناس هتدخل السجن كده خير؟ الغرف ما استني، لا هو حبس النفس شيء مش سهل، تحديد الحركة شيء مش سهل، بس ولكن هو فكر الدولة. فكر الدولة من يوم ما السيد الرئيس اتكلم عن استراتيجية حقوق الإنسان، لما في عشر شهور تبني هذا الصرح اللي فيه 6 أماكن للنزل، 4 أدوار بينزل فيها النزلاء منين؟ من 12 سجن. طب احنا عندنا كم سجن في مصر؟ احنا عندنا 48 سجن. ال 48 سجن بالمفهوم القديم بالتكدس اللي كان فيهم غصب عننا كانوا فين؟ كانوا على كورنيش النيل في وسط البلد. يعني خلينا اقول لك الحاجات، المبنى ده هياخد سجون ايه بس؟ هياخد استئناف القاهرة، لمن ترى؟ القاهرة بترى، بنها، الاسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومي. طبعا ال 12 دول كان فيهم تقريبا 25% من عدد المسجونين. دول ال 12 اللي هيجي هنا 25%. طبعا. فأول سؤال من الناس اللي كانت بتعلق على السوشيال ميديا قال لك طب كنت ابنه مدارس. طيب أنا هرد عليك وأقول لك، أولا هذا المبنى الضخم ميزانية الدولة لم تتحمل فيه مليم واحد، دي وزارة الداخلية. السجون دي قيمتها وأصولها هتغطي كل اللي هيتعمل. انت الخطة بتاع وزارة الداخلية ايه؟ انه هيبني 4 مراكز بهذا زي ده، فين؟ خارج الكتل السكانية. بس الاجمل بقى، الدولة كانت بتصرف على ايه من ميزانيتها؟ وزارة الداخلية لما بتنزل سجناء يروحوا جلسة تجديد كل مرة، بيجي من النطرون، بيجي من ابو زعبل، بيجي من طنطا، بيجي منين؟ للدايرة. انت معاه عربيات رقابة، متابعة، أمن، شغلانة ضخمة جدا بتصرف عليها وبيمشي في وسط المدن. ده ما عدتش هتشوفيه ليه؟ لأن اتعمل قاعات محاكم، محاكم على أحدث مستوى لكل نزل، لكل مركز من دول اللي هم 6 اللي فيهم حياة المساجين. أنت بتدفع تمن وأنت مقيد حريتك، بتشتغل بتاخد فلوس بس لازم مراعاة حق الإنسان في أنه يعيش كويس. طالما بتكلمنا عن جمهورية جديدة فلازم يبقى ده جزء. طب انت ما انتش دافع ولا مليم، فلوسك هترجع؟ ده انت الزراعات واللحمة والحاجات دي بتتباع في المنافس بتاع المركز، اللي عايز يروح من المواطنين يروح يشتري لانه هو بيستثمر، فبالتالي هيبقى فيه دخل، هم بيشتغلوا وبينتجوا والدخل ده هيصرف، ده يصرف بقى على المكان، على لكن كل المصاريف. لكن قيمة البناء وقيمة التكاليف اللي انا شفتها في مدينة مبهرة، شيء بره الخيال. دخلت المكتبه لقيت ناس قاعده بتقرا كتب، بتقرا روايات عالميه. وانا باعلن وارجو، يعني ارجو من السيد وزير الداخليه ان يسمح لي بالتبرع لمكتبه هذا المبنى ب1000 كتاب، يعني وارجو ان تكون المبادره دي من ناس تانية مختلفه من دور النشر، نودي كتب حديثه. انا بتبرع ب1000 كتاب لهذا المكان العظيم اللي اتصرف عليه كتير، اللي اتبذل فيه هذا الجهد، اللي بيشتغل على العقول. انا قعدت اتكلم مع الناس اللي موجوده، النزلاء، راحه نفسيه تانية، عنده استعداد انه يرجع البلد دي يبقى جزء ومواطن. لما تبقى عندك 4 مراكز فقط في مصر كلها في مناطق بعيده عن المدن، القاضي بيروح 1600 سياره للاهالي، اماكن اللقاء زي ما كنا بنشوف في الافلام الاجنبيه، تقدري تروحي دلوقتي وتكلميه في التليفون ويبقى السجين ورا وتكلميه في التليفون. دي واحده، النزيل. 2،
تقدري اماكن اللقاء وقاعدين على ترابيزات شيك جدا وبره كل حاجه بتتباع وتجيب شاي وتجيب قهوه وتاكل وانت قاعد مع اهلك. فده منظر ادمي. الاهالي اللي كانوا بيتعبوا ويتبهدلوا دلوقتي مش هيتبهدلوا، ده انت هتركن عربيتك جوه. الاستغلال الامثل بقى، حتى الاماكن اللي هي الباركينج دي عاملين في السقف طاقه شمسيه علشان بتشغل المكان كله، فما تاخدش ما تدخلش على كهربه البلد. ده انا بعمل ايه؟ بس انا بعالجك لو انت مدمن، لو انت مجرم، لو انت انا باهلك وبشغلك وبتواصل مع عيلتك، بعلمك حرفه وبرجعك تاني شخص سوي يقدر ترجع تشتغل تاني. طيب انا عندي تجديد جلسه، شوف المنظر الجميل، بينزل من الحبس بتاعه ليه ممر خاص، يدخل في اوضه السيد رئيس المحكمه، لهم استراحات ولهم قاعات ولهم مكان للعربيات، ينزل قدام القاضي، يدخل القفص بتاعه لما يجي عليه الدور في جلسته، وهناك كمان ممكن تبقى بال اونلاين يعني بالفيديو هو موجود. انت فاهمه يعني ايه سجين محكوم عليه بينظر جلسته؟ ينزل من الزنزانه بتاعته اللي فيها تلفزيون ودش، ينزل يدخل الجلسه بتاعته، ياخد الجلسه ويرجع تاني بعد ما كان بيصحى من الساعه 5 عشان يركبوه عربيه ترحيلات، علشان يتنقلوا معاه عربيه حمايه، ويروح يقعد قد كده. ايه الراحه النفسيه للسجين اللي هو قد اكون انا ممكن اي مواطن فجاه يلاقي نفسه محبوس لسبب ما. كلنا معرضين لده. ان تحافظ على هذه الحياه، انا سمعت الشهاده بتاع الست ممثله الامم المتحده، كانت شهاده عظيمه على حجم التعاون، اتكلمت على التاهيل والدعم، حيت وزير الداخليه السيد محمود توفيق على اللي عامله. هذا التغيير اللي بصمت ما بنحسش بيه، 10 اشهر يبقى عندنا هذا المكان العظيم ده اثناء اللقاء. وكان موجود طبعا معالي النائب العام السيد المستشار حماده الصاوي، وكان موجود شخصيات كتير وسفراء كتير، ولجان حقوق الانسان في المجالس النيابيه، سواء كان مجلس النواب البرلمان او كان معانا مجلس النواب، عارف خيري ناس كتير. الفكره اللي عايزين نوصلها دلوقتي من كل الحكايه دي، الاساسيه اللي عايزين نقولها، ان الدوله لم تتكفل شيء، ان كل السجون اللي موجوده في مصر، وهنلغي كلمه سجون، ضابطات زي الفل، دكاتره مهندسين. انا اسف، اتفضل. هو مين اللي بنى المبنى ده بهذا الشكل؟ السجون دي موجوده في امريكا، الولايات المتحده الامريكيه هي احدث حد باني هذا الشكل من السجون. بريطانيا فيها عدد من السجون كان مستواها جيد وبدات تتدهور دلوقتي. اللي كان معانا هو عقيد دكتور مهندس، واخد الدكتوراه بتاعته في ايه؟ في بناء المراكز دي، في هذا النوع من البناء. لف العالم، شوف وزاره الداخليه بتخطط ازاي، وهو ضابط في الداخليه، لف العالم وشاف افضل نموذج وقرر انه يطبقه في مصر. فانا ممتن. انا يا جماعه ما تاخدوش الموضوع بتهريج، الموضوع بجد، احنا بنتغير بجد، المدارس هتتبني، والذي يهتم، وتحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي يهتم بحياة مسجون مش ممكن يسيب المواطن متبهدل. الوزارة التي تهتم براحة سجين وحقوق الإنسان أكيد مش هتسمح بإهانة مواطن في اسم شرطة، ولا هتقلل من شأنه. احنا رايحين للجمهورية الجديدة، رايحين بشكل أفضل بكتير قوي، بشكل ما نتخيلوش. يعني الصدمة اللي أنا بقولك عليها، إن أنا ما كنتش متخيل إن ده نقدر نقول عليه سجن. صحيح. عيب نقول عليه سجن. هي فتحية إن خاصة لوزارة الداخلية جدا على اللي عملته. بدل ما نخسر مواطن ممكن يكون احنا في أمس الحاجة لأنه يبني شيء في البلد، فإحنا بنقوم بعملية إصلاحه وتأهيله وإعادته مرة تانية للمجتمع كشخص منتج، ومن غير ما الدولة تتكفل ولا مليم. الأصول اللي موجودة لمصالح السجون سابقا، اللي هي التأهيل والإصلاح حاليا، هي دي اللي قائم عليها كل الفلوس اللي هتصرف، سواء كانت من المنتجات اللي هتخرج من النزلاء دول، أو حتى من الأصول اللي هيتم بيعها لأماكن السجون القديمة اللي لازم نتخلص منها، عشان نبقى بس 4 مراكز للتأهيل على مستوى الجمهورية، وتقدم النماذج دي وتعيدهم مرة تانية. يعني في فرصة تانية للحياة لكل حد بيخطئ. خطأ مش معناه موت، خطأ معناه إنك ممكن يبقى عندك فرصة تانية للحياة، إصلاح وتأهيل اللي فيها حقوق إنسان. طيب كان لازم نقف عند زيارة لأم بيها خيري، وعند هذا الحدث الكبير اللي كنا محتاجين نقف قدامه عشان نعرف بلدنا رايحة فين، وإن شاء الله دايما أحسن وأحسن. فاصل ونرجع نكمل معاكم هنا حديث القاهرة.
اهلا بكم من جديد في حديث القاهره. على مدار اليومين اللي فاتوا كان في جدل كبير جدا عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي على موضوع خاص بمؤسسه الاهرام، لان موقع اسرائيل بير عربي التابع لوزاره الخارجيه الخاصه بدوله الاحتلال الاسرائيلي نشر ان هيكون في ان المكتبه الوطنيه لدولة الاحتلال الإسرائيلي بتعلن على إنها بتدشن أرشيف رقمي لصحيفة الأهرام المصرية العريقة، أعرق صحيفة، وقال إن ده هيكون متاح لكل الناس من خلال الصيغة الرقمية اللي هتكون متاحة. وبعد كده رجعوا نفسهم وقالوا مرة تانية إن ده هيكون متاح فقط بالنسبة للطلبة والمهتمين داخل داخل منطقة الاحتلال الإسرائيلي أو ما يسمى بدولة إسرائيل. لكن كان السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، إزاي وصل الأرشيف بتاعنا لهناك؟ إزاي وصل أرشيف مؤسسة الأهرام لحد إسرائيل، لحد المكتبة الوطنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ كان سؤال مش لاقيين إجابة عليه، لحد ما بدأت الأمور تتواصل خطوة بخطوة وعرفنا إن الأرشيف ده متاح من خلال شركة أمريكية بتقدم المحتوى الغير عربي للناس كخدمات رقمية، ومنها أخذت المكتبة الوطنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي هذا المحتوى الرقمي. طيب خرج من عندنا إزاي؟ وهل يا ترى إحنا ادينا حقوق هذا البيع للشركة الأمريكية اللي بتتيح المعلومات دي ولا لأ؟ أسئلة كتيرة جدا لقيناها على صفحات السوشيال ميديا، نظرا لأن ده موضوع خاص بالوطنية المصرية ومحتوى تاريخ مصر من خلال واحدة من أعرق صحفها وهي الأهرام. نعم، زمايلنا اكتشفوا بالبحث أن المكتبة دي لا تملك نسخة ورقية من أرشيف صحيفة الأهرام، ولم تحصل على حق ملكية النسخة الرقمية. كان البعض نشر وقال انه اتباع بطريق السرقه او بالتضليل لاسرائيل. وانا تواصلت مع الزميل العزيز الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام، واكد لي ان هذا الكلام اثير من قبل وتم التحقيقات فيه ولم يثبت اطلاقا ان تم بيعه. اذا كانت اسرائيل نفسها اعلنت اليوم انها لا تملك هذا الحق وانها بتسمح للاسرائيليين بالدخول عبر مكتبه او مقر امريكي، فالأهرام قبل كده أكتر من موقع سطى على أرشيف الأهرام وتم إغلاقه. الأهرام بياخد إجراءات مباشرة بالإبلاغ والتتبع لحين الإغلاق وبيرفع قضايا. لو ثبت لدى الأهرام أن هناك أي انتهاك للملكية الخاصة دي هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي دولة كانت. هذا هو ملخص الأمر. طيب النهارده كان ظهور السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحه. النهارده كان اجتماع بقيادات الوزاره قدم لهم الشكر على المجهود اللي بذل خلال الفتره الماضيه، وشدد على ان المؤسسيه الكامله في نظام العمل استمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزاره، وطمن الناس وقال لهم الاولويه لانجاز ملف اللقاح الخاص بفيروس كورونا، توافر الكميات اللازمة من التطعيمات، أهمية تيسير حصول المواطنين عليها، تكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول كافة الطلاب ومنتسب التعليم الجامعي على اللقاح، مع تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية على مستوى إنهاء قوائم الانتظار وضمور العضلات وشل الأطفال وصحة المرأة ومئة مليون صحة. وجه بضرورة تقارير دولية لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات. جملة الدكتور خالد عبد الغفار مش هيظهر على الإعلام ومش هيتكلم بصفته قائم بأعمال وزارة الصحة، لأنه بيشتغل في منظومة بتقول إن في مؤسسة وفي عمل مؤسسي مش أشخاص، يروح وزير يجي وزير، المؤسسة قائمة ومستمرة وهو قائم لمرحلة بأعمال وزير الصحة. في قضية في وزارة الصحة بيحقق فيها السيد النائب العام، ولأننا نحترم النيابة العامة ونحترم بيانات النائب العام، فإحنا مش هنعلق على القضية. في قضية فيها أطراف متهمة بالفساد، الحقيقة الكاملة ليست بين يدي أيدي أحد، الحقيقة الكاملة في النيابة، ربما لم تكتمل الصورة لأنك كنت بتحقق بتكتشف حاجات. إحنا بننتظر بيانات النيابة، لكن يذهب وزير يذهب وزراء، دولة بقت مؤسسية
وده إنجاز مهم جدا. ثم صندوق تحيا مصر، دي القصة اللي بنختم بيها قصصنا الإخبارية النهاردة. صندوق تحيا مصر بيصنع البسمة، لكن المرة دي في مستشفى أبو ريش. خبر من الأخبار اللي أسعدتنا جدا ويسعدنا إن احنا نقول لكم عليه، وإن احنا كمان نقدم لكم الصورة بتاعته، لأن صندوق تحيا مصر النهاردة افتتح أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة والمبتثلين في مستشفى أبو ريش المنيرة. فيها 22 حضانة وأجهزة تنفس صناعي وقسم عزل، ده ضمن المبادرة الرئاسية اللي كان اسمها يوم جديد. ويوم جديد على كل حد محتاج، هتمدله صندوق تحيا مصر ايديها في أي مكان المكان أو موقعه. يبقى الافتتاح ده بيمنح الأطفال المبتسرين فرصة جديدة علشان يعيشوا حياة سوية صحية من خلال المركز اللي تم افتتاحه ده. كاميرا حديث القاهرة كانت هناك في الافتتاح ده. خلينا نشوف التقرير ده ونفرح كلنا مع بعض ان في ايد جديدة اتمدت علشان تحط ايد على ايد تبني مصر اللي احنا عايزينها. ونرجع بعدها لفاصل وبورصة الكلام مع الزميل العزيز خالد البرماوي. محضن أبو ريش الحقيقة إحدى الأماكن أو الوجهات الرئيسية للأطفال المبتسرين وحديث الولادة، بيستقبل الحقيقة أعداد كبيرة جدا طول السنة. من هنا كانت الرغبة من خلال صندوق تحيا مصر إن احنا نطور أكبر وحدة لرعاية حديث الولادة داخل مستشفى أبو ريش المنيرة. الوحدة فيها 22 حضانة بالإضافة لأجهزة المساعدة من أجهزة قياس الصفرة وضخ وسحب السوائل، بالإضافة لغرفة لعزل الحالات اللي ممكن إن هي تعدي بقية الأطفال اللي موجودين في الوحدة. مش حضانات عادية، احنا هنا بنتكلم على أرقى ما توصل ليه العلم الحديث في التجهيزات والمعدات، ومش بس مجرد الجهاز ده، احنا بنتكلم على الجهاز وكل البنية التحتية حوالين هذه الوحدة. فإذا يعني حجم العمل اللي بيتم الاستقبال حالات صعبة جدا وحالات نادرة جدا على مستوى الجمهورية، جزء كبير منه بتتحمله المستشفيات الجامعيه من خلال مستشفى أبو ريش او الدمرداش او مستشفيات اسيوط. بنخدم اكتر من 500,000 طفل مصري بيجونا من كل انحاء مصر بالمجاني بالكامل، ومع ذلك ما عندناش رفاهيه طبعا الاعلان، وعشان كده بشكر حضراتكم على تواجدكم النهارده. طبعا مدعومين بجزء من موازنه الدوله، الا انه نظرا للضغط والاعداد اللي عندنا زياده جدا، طبعا دايما بنحتاج دعم مؤسسات المجتمع المدني. التالي في حديث القاهرة. أهم ما يشغل المصريين والعالم على السوشيال ميديا في بورصة الكلام مع خالد البرماوي.